امسكية رمضان هي من اوائل الطقوس اللي بتميز رمضان من سنين طويله، لانها بتعتبر زي دليل لمواعيد الصلاه، وبتعرفنا كمان ميعاد اذان الفجر عشان نبتدي الصيام وموعد اذان المغرب علشان نفطر. ده بيحصل طول ال 30 يوم في رمضان. السؤال بقى، امتى اتطبعت اول امسكيه لرمضان؟ الاجابه هنشوفها مع بعض في التقرير اللي جاي. إمساكية رمضان هي دليل الصائم خلال أيام الشهر الكريم، وعلى مدار سنوات طويلة كانت الإمساكية بمثابة لوحة فنية مرسومة ومطبوعة بعناية فائقة. والبداية كانت في عهد محمد علي حينما أصدر أول إمساكية، وكانت عبارة عن ورقة واحدة مطبوع فيها مواعيد الصلاة والإمساك عن الطعام والإفطار، وطبعت في دار الطباعة الباهرة بحي بولاق. كانت تشير إمساكية رمضان في الماضي إلى مدى وجاهة ورقي صاحبها، سواء كانوا أشخاص أو شركات أو جمعيات، وكانت تؤرخ للعصر الذي صدرت فيه من ناحية التقدم في الرسم والطباعة وفكرة الإمساكية. ومع التطور التقني الحالي تحولت الإمساكية الورقية إلى تاريخ وحالة من الزمن الجميل يحرص الهواة على اقتنائها، بعدما أصبح الهاتف المحمول بديلاً لأشياء كثيرة في حياتنا.